بروج خسارات الاقاويل في الموضوع ده، بس انا باخدها طبعا مجتمعات، يعني المجتمعات هنا ما بتسمعش بده، بدا يشوف يقول لك ايه ده، هو بقى يعني لو هو زي حالاتي كده ما بتفرقش معايا، يقول لك اه دي محترمه وبتاع مش عارف ايه، فهل انا كسبت ولا انا رايي روح يدوسي وقولي عشان نخلص من ام البوال. نخلص نشوف ابو اخر ايه، يعني جايه من الناس ولا نشوف غيرك عشان خلقنا ضيق، والله العظيم خش قولي كده خلقنا بيضيق يا جماعه، والله عادي عادي. اه محسن يا ابو الادهان يا حبيبي، انا دخلت الفيس دلوقتي حالا مخصوص عملت لك بلوك. بهزر يا ابن قلبي بس ما اتضايقش حد بهزارك، انا عارف انت مش هتشوف الرساله دي في الجنه ان شاء الله مع الشهداء. حتى ليك يا ابو الادهيم، سلم على الشهداء وسلم على خالتك، مبروك يا ابن قلبي. عايز اقول على حاجه مهمه قوي للمره مليون باكد عليها، احنا كلنا بنغلط وكلنا عندنا اخطائنا وكلنا عندنا افكار ممكن تكون وهزار ساعات بيجرح ناس وبتاع، المهم في امتى بقى طريقه معالجتك للموضوع، يعني انت عايز تقول لي مثلا خد بالك انت غلطت هنا، في اللي بيخش يخليك تكره اكتر اكتر فهدوس اكتر وهتضايق منك اكتر، وفي اللي بيخش معاك بدرجه استحسان وقرب منك، يا عم يا عم اللي انت بتقوله يا عم ده خد بالك بس ده كذا كذا، الفرق ما بين الاثنين هم الاثنين بيقولوا نفس المعنى، وهم الاثنين انت غلطت خلاص احنا متفقين انت غلطت شخص غلط، معالجة الغلط في حد بياخدك يطبطب عليك ويقول لك خد بالك ده غلط ما تعملش كده، في واحد قلتلك عشان ده غلط فانا بسن لك السكينة، خد بالك من العملية دي قوي، انا بواجهها كتير قوي، ولما بتم ده بفرز الفيديو نوعية الاخطاء دي هي اللي بتفرز لك الناس النظيفة الناس الشمال، مع ان هم مديرة التسويق دي كلمتني الصبح وقالت لي انا بيت من البيك فان عندك لما اتفرجت على الفيديوهات بتاعتك، حياتي ليكي واتمنى تكوني كويسة. العالم بهايم انت بس مش فاهمين الكلام ده زي الفل. انا فكرة الهدايا دي اصلا مشكلتها معايا، طب استنى عدنا عشان الادان كان بيقدم مشكلة الهدايا دي في دخولها البيت ابويا وامي واخواتي ان هما بقى بيقعدوا قاعدين لك كده. ايه ده انت بتجيب ايه؟ الورد ده اصلا انا حطيته في الشنطه في شنطه اللاب كده دفسته والاسم ده والشوكولاتات وانا طالع بوزع فيها، يعني بوزع بدي صحابي بس بطلع الباقي بقى. بس المشكله في ولاد خالتي ولا راح يبلغهم. بص يا ابن قلبي انا بعيد كل البعد على فكره التقييم، يعني انا ما اقدرش اطلع اقول ده وحش ما بعرفش او ده حلو، يعني انا اطلع اقول لك ده حلو، وتربون ده انا بحترمه جدا وبحبه جدا، عارف ليه؟ لان الراجل ده ذكي، انا بحب الناس النوعيه الناس الذكيه اللي بتلعب على هدفها وعلى حلمها، الراجل ده من اوضه مقفوله عليه في جيمينج في جهاز عادي جدا بستريم طلع، للي مش عارف تربون ده افشخ واحد بيلعب بابجي وبيلعب جيمينج في مصر، هو اجمد واحد لان هو عرف ياخدك بدماغك ويطير في السماء، انا بحترمه جدا وبحبه قوي، لكن انتقد واحد سلبيا واطلع اعمل عليه رياكتد وبتاع انا بحس ان ده رخص، انا ما بطلعش اطلع حد كده في الصوره جنبي اقول ها ها شوف التريق عليه وبتاع عشان اخد شويه لايكات وفولورز خدهم انت، لكن الراجل انا بحبه جدا بحترمه قوي 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 لان هو ذكي، ده بني ادم ذكي وبيعرف ينجح. بص يا ابن قلبي دي سلسله ازاي تكتشف نفسك وتطلع من نفسك ايه حاجه مدفونه، انا عارف موضوع صعب بس ركز فيه، انا عارف مش عايزك تتوه مني ماشي، هركز على السلسله دي كويس قوي. اربط نفسك بهدف سنويا، ده مش كلام تنميه بشريه ولا ببعهولك، اتعلم اي حاجه بس بعد سنه تكون انجزتها، يعني انا كنت عايز اتعلم درامز ففي خلال سنه اتعلمت درامز وانا قلت لك يا ابن قلبي الكلام ده قبل كده، انا حاسس اني قلته قبل كده والله حاسس. طيب ممكن اقول لك الكلمتين وحياه امك استحمل، فانت اربط نفسك والله انا قلتهم قبل كده يا عم اقلب الفيديو. طيب اربط نفسك بهدف، يعني انا كنت عايز اتعلم درامز فتعلمت درامز، مش اعلى حد ومش احسن حاجه في الكوكب بس اتعلمته اديني قلته اديني شديت فيه، فده المطلوب منك دلوقتي، هراجع الفيديوهات واصاب اكسر الراجع، خد الكلمتين وخلاص. طيب انا خلاص افتكرت، انا اسف بتوهك، دي سلسلة ازاي تطلع من نفسك الحاجة المدفونة. اول سؤال يا ابن قلبي قلناه ان هو انت ايه الحاجة اللي انت درستها، تاني حاجة ايه الحاجات اللي انت بتحبها، تالت سؤال وده مهم قوي ايه الحاجة اللي الناس
بتقول لك انت بتعرف تعملها بسرعه، هتلاقي امك مثلا بتقول لك انت بتعرف تغسل المواعين بسرعه، خش هتلاقي انت بتعمل حاجه بسرعه، بتعمل حاجه الصح، بتعمل حاجه لقطه. اذا كان جيمنج يعني اتفرج على تيربون، تيربون ده يا جدعان مثال نحتذي بيه. نتفرج على واحد قاعد في اوضه بيلعب جيمنج، بوم، ده الراجل تحترم، يحترم. اتفرج على الناس ارجوك ما تسمعش كلمه قصيده، يعني ايه العب ايه التفاهه دي؟ دي مش تفاهه. لما يتحط صورته على الاعلان ده مش تافه ولا ده غبي، انا اللي غبي لان انا ما عملتش زيه. فدور على انا نسيت انا لا ابدا والله انا مش مبسوط ان انا بدي الواحد بلوك، بس انا انت ليه بتاذيني نفسيا؟ انت ليه بتدوس على يا جماعه احنا ضيعنا نفسيا يا اخوانا، احنا اداس علينا نفسيا. ليه انت عايز تهزر تحت منطلق هزارك انت وتهني بيه؟ اعرف حد كانوا بيقولوا له كده، كانوا بيقولوا له انت وحش عشان يهزروا يتريقوا على انت تخنت وهاه وتعالى نطلعك من المسرح. قلت له ليه بتعملوا كده؟ فلما اقول كفايه وما نقبلش بده، ولما حد يطلع يقول لك جاموز، انا على فكره ما بزعلش، الناس مش فاهمه ان انا ما بزعلش، انا ما بزعلش يا ابني، اصل انا عديت بحاجات اقل من كده بكتير، فانت بالنسبه لي يعني اوعى. لكن انا عايز اقول لك ان انت ليه بتعمل معايا كده؟ انت ليه 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 تاذيني تحت مسمى صعب اهزر معاك؟ ليه تاذيني وليه تضحك عليا وليه عشان عندي فولورز وعندي ناس كتير؟ لا خدهم انت، انا مش عايز الاعداد، انا عايز دماغي في حالها. انا تعبت جدا واعصابي بقى. انا عارف انت بتهزر، بس خليني اقول لك على نقطه مهمه قوي في الكلام ده. خلينا متفقين ان احنا كلنا بنتباع، كلنا بنتباع. انا بتباع، انت بلاش، خلينا نتكلم عن نفسي، انا بتباع. طب بتتباع ازاي؟ يعني وقتي مع ابويا في شغلي، في وقت في بشتغل لوحدي، في وقت ما ده كله بيع، انا ببيع لك وقتي. طيب المهم ازاي تتباع، وازاي وانت بتتباع ما تخسرش نفسك؟ هقول لك. يعني انا اتعرض عليا لما وصلت ل 160 الف او 200 الف، اتعرض عليا من شركه ملابس، هي قويه مش اونلاين، هي معروفه اونلاين بس طبعا مش الشركات العالميه، شركه عاديه يعني، شركه لطيفه كده وناسها لطيفه وليهم فروع كتير. اتعرض عليا انت تعمل لنا مش عارف اوفر وسيلز وبتاع. رفضت السيلز ليه؟ هقول لك لان العرض كان مثلا الجينز ب 250، اهو هنعمل لك فوق اوفر وهيبقى ب 250 برضه، اصل هو نازل من 300. طب ما انت حاطه على البيج ب 300 ب 250 اصلا بعد الاوفر، ايه اللي انت عملته لي؟ فهي الفكره اتباع، انا ما عنديش ده غير بس صح. بص يا ابن قلبي، انا بحب قوي العيال بتوع الثانويه العامه لان هم بيفهموني اكتر، او الاجيال الصغيره بتفهمني اكتر، بتفهم عقليتي وبتفهم كلامي ورزعي وزعيقي، وممكن اشتمه قدامه هو حبيبي انا بحبك، هو عارف انا بحبه ماشي. فعشان كده اقول لك كلمتين مهمين قوي. لو تعز كان بجد المنظومه بيحاول يطورها، خلينا متفقين على ده، هو بيحاول يطورها من ورقي، بعد كده عملها سداد، بعد كده عملها تابلتات، بعد كده ده في واحد كان كاتب له في اللايف ببجي بتعلق لو قلت ده. فيعني هو بيحاول يطور، خلينا متفقين ان هو بيحاول يطور على الشغل. بس ما هو انا عشان اوصل للتطوير ده في ناس لازم تدفع الثمن، انت فاهمني اكيد. فهل انت منهم؟ هل انا خلاص جيت بعد ما المنظومه اتطورت، ولا هل انا لسه في مرحله الفران التجارب اللي هيداس عليا عشان نتطور؟ ده بقى التربايه الصعبه، ودي اللي بيحددها نجاح المنظومه. برافو عليك يا ساره، انا عايز اطمنك واقول لك ان خالي عمل لي بلوك بعد ما كان ضافني تاني لانه هو اتشهر على قفايا، فطلع اتضايق قال لي ايه الزيطه دي يا عم، انا مش عايز وجع دماغي، يلا يلعب يا خال والله العظيم يزعقولي وبتاع. بس ايش طيب، بس الخال طيب، خال طيب بس يعني الاتموسفير بقى الحمد لله. طبعا السعاده باينه على وشي، هروح فرح. عايز اقول ان تحيه والله العظيم لكل واحد قادر يتجوز الايام دي والله، وعنده القرار ده ولسه بعقله قادر ياخد القرار زي ده. انت محترم وجدع وراجل، تحياتي ليك والله، لان انا ما عنديش القدرة دي والله. مش عارف انت جايب الامل منين، بس والله تحياتي ليك، انت برنس وجامد. انا مش عارف اجيب الامل ده ولا عارف، تحياتي ليك. اقعد معايا ابو عقبي. خلاص يا شيخ، كفايه كفايه.
كتر خيرك بس كده. شكرا شكرا. بص يا ابن قلبي، سبتهم في الفرح وجيت اعمل ايه؟ كبر دماغك يا عم، احنا مش بتوع افراح. انت فاهمه ان تربون ده تربون؟ بص، هو مفيش واحد دلوقتي بيتفرج على الفيديو ده راجل الا ما عايز اوجه لك رساله واحده، وانا واثق في الاجماع في الرساله الواحده دي. انت ترجع المطبخ، تخرجش من تربون ده. ملك السلكان الراجل ده، فشيخ قوي ده، بيلعب جيمنج يا بنت قلبي. ف انتوا في الشغل ليله والله العظيم، انتوا في الشغل ليله. انا فعلا بقيت منتمي ليكم، وبقيت منتمي لهنا خلاص، اتعودت على القعده هنا، وبقالي فتره هنا مع الناس دي. فانا عايز اقول شكرا شكرا ان انتوا مستحملين ارائي، مستحملين كلامي، مستحملين اتجاهاتي، مستحملين انا بظهر كتير في ظل ما انا بني ادم ما بظهرش اصلا. شكرا شكرا ان الوحده سمحت للناس ان الواحد يكون هنا. ولو في يعني انا اعمل فولوينج العشرة تلاف بني ادم، لو العدد ماكسيم سبلاي مثلا لمليون، انا كنت عملت لكل واحد بيكلمني كلمة حلوة. فافهم كويس قوي ان انت هنا مش عشان فانز وفولورز والكلام العبيط ده، اكتر ما انت هنا بمزاج انا، وانا عايزك هنا. شكرا شكرا من قلبي. لا يا عم لا يا عم، ما تقولناش يا عم، وانا على قد كده سمعتي وسخه في المجال يا عم. لا انا كل حكايه بص، انا بمشي على الجي بي اس، ابويا بيحاول يحط التاتش المصري بتاعه. طبعا هو ذكي وفاهم كل حاجه، وانا ما انا حمار بس في الطرق بس. فانا الله العظيم يا اسطى، المره اللي فاتت وصلنا على الدي خط كده الترع، قلت له ها نعمل ايه بقى، اقعد على كتفي سيلي كده يا ابني 30 كلب، ما قلت لك اعمل كده. في الاخر انا برضو طلعت انا اللي مخترع الجي بي اس يا جدعان، انا اللي غلطان. بس ابوك وامك ما تحاولش تناقشهم ولا تعارضهم، لان انت هتطلع غلطان غلطان، وفي الاخر هتطلع انت البقره وراجل يهينك. فانا بطلت الموضوع ده. بص يا ابن قلبي، عامل هيرو. بص يا ابن قلبي، الفرصه قدامك. انا بقى هعمل لك ايه، سيبك من جو التنميه البشريه ده، بس انا هقول لك الحقيقه، انت قدامك الفرصه العظيمه، احنا نجيب اتنين ونجيب شجره. قعد معايا زمان واحد بتاع الشركات اللي هي العبيطه دي، بتاعتي نحطك تحت الشجره، قلت له انت تحطني ليه تحت الشجره؟ خلاص يطلعك فوق الشجره. ناس يا عيني كانت غلابه قوي. ماشي، المهم يا ابن قلبي، انت قدامك فرصة، قول لي ايه هي الفرصة. الفيديو بيخلص وانا مش عارف اقول لك الفرصة، بس انا هقوله لك. هلحق والله العظيم هلحق. الناس اللي جابت 90 و95 دي مصيرها خلاص، يا طب يا هندسة، هي اتقفل عليها خلاص. انت بقى قدامك ان انت تدرس كل حاجة في الدنيا، الاربع سنين بتوع الجامعة دول عايشهم بطول العرض، وادرس وتعلم واشقط سوان، اقعد شوط رجالة. انا امي حرفيا تلقائية بطريقة تفضح يعني، توديك في ده. في مره رحت فرح معاها، المهم ايه، قاعد على الترابيزه لقيتها ايه بتقول لي إيه؟ تعالي كده. ندهت للبيت وقومتني من على الكرسي، قومتني من على الكرسي ومسكت في البيت تفعص فيها كده في ايديها و تقول للبيت مرتبطه حبيبتي؟ قالت لها لا، قلت لها شايف العريس القمر ده؟ والله العظيم انا ماسك عماله قاعد ايه البيت عيني اتحرجت، وقالت لها لا يا طنط، ما هو انا متكلمين عليا. فقالت لها يا بنت ده فرصة. انت تخيل قاعد كده وامي عماله تقنع البنت بيا، وانا قاعد انا مش فرصة والله، انا عبيط اصلا.